بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 60. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ هذا اللقاء برسالة الأخ أبو سعد، يقول: أرجو عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ صالح حفظه الله. بالنسبة يا شيخ، يقول لطالب العلم، ما النصيحة التي تنصحون بها طالب العلم؟ وهل يكفي لطالب العلم أن يأخذ عن طريق القراءة من الكتب الشرعية والبحوث وغيرها ممن يستفاد منه في الحياة؟ وبماذا تنصحون الطلاب في وقتنا الحاضر مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. طلب العلم لا يكون من الكتب والأشرطة، وإنما هذه استعان بها على طلب العلم. طلب العلم لا بد أن يكون على العلماء، لا بد أن يكون على العلماء وفي مجالس العلماء أو في الدراسة النظامية في المعاهد والكليات، ولا يكون عن الكتب والمطالعة فقط. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل نفسه الذي سأل عن طلب العلم يقول: هل يمكن صياغة الفقه بأسلوب العصر في وقتنا الحاضر؟ يا أخي، الفقه هو بأسلوب عربي يصلح لكل وقت، هو أسلوب عربي، لكن لا بد من أخذه عن العلماء، يعني يشرحون لك الفقه، كتب الفقه لا بد من أخذه عن العلماء المتبصرين. نعم. أحسن الله إليكم. إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي حرام، فماذا يلزم؟ الصحيح أن عليها كفارة يمين، عليها كفارة يمين، عام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإذا لم تجد تصوم 3 أيام. نعم. أحسن الله إليكم مبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم أذية الجار القريب للملاصق لبيتك؟ وإذا كان الحقيقة يكون هذا الإذاء بالكلام أو وضع بعض الزبالة أمام البيت، فماذا يلزمني تجاهه؟ هذا منكر وحرام. الجار له حق الإكرام وكف الأذى عنه وحق الجوار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب صاحب بالجنب له حق. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه وغدراته واعتداءه عليه. الجار له حق عظيم، من جملة الحقوق العشرة المذكورة في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. يقول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: تركنا على المحجة البيضاء، كيف يكون ذلك؟ تركنا على البيضاء، المحجة ما جاءت في الحديث، لكن البيضاء، تركنا على البيضاء لا يزيغ عن السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها، فهي الجادة البيضاء طريقة الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ سائل يقول: عند صديق لي أعرفه منذ زمن عملات نقدية من بلدان مختلفة، جمعها عنده كهواية، هل فيها زكاة؟ إذا كانت هذه العملات يتعامل بها ما ألغيت ففيها زكاة العملات إذا بلغت النصاب، أما إذا كانت ملغاة وإنما احتفظ بها من باب الاحتفاظ بالآثار أو ما يسمونه، فهذه إن كان لها قيمة فهي مثل عروض التجارة، يثمنها ويزكيها إذا بلغت قيمتها النصاب. نعم. يقول السائل: شيخ، لي قريب مرض مرضا شديدا فأدخلناه أحد المستشفيات وبدأنا بعلاجه من ماله وبدون علمه، وقد الآن ردت عليه حاله، فهل يحل لنا ذلك؟ أي يراجع فيها القاضي، إذا طالب هو بماله وأنتم عالجتموه منه فهذه يراجع فيها القاضي، لأن هذه مسألة نزاع. نعم. يا شيخ، هذا يقول: بعض الناس يستغني عن بعض الكتب أو عن بعض الأوراق النافعة ويضعها وقفا في المسجد، فما العمل؟ وأنا إمام مسجد ويحصل هذا
هذا العمل عندي. الذي يريد أن يوقف كتبا يوقفها في مكاتب في المكتبات المعدة للمطالعة، مكتبات الخيرية، مكتبات العامة، لا يضعها في المسجد. المسجد توضع فيه المصاحف، وأما الكتب فتوضع في المكتبات الخيرية. نعم. يقول الشيخ هذا السائل: أشكل علي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخله الصائمون، وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لا تعارض بين الحديثين، والحمد لله. الصائمون لهم باب يقال له الريان يدخلون منه، خاص بهم. وأما المتوضي كما في الحديث فهذا يدخل من أي باب شاء، من الريان أو من غيره، يدخل من أي باب شاء من أبواب الجنة، وهذا دليل على فضل الطهارة وفضل الوضوء. نعم. يقول هذا السائل: صديقي اعتمر وسعى قبل الطواف ثم طاف، فماذا يلزمه؟ هذا خلاف السنة المعروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكر أن الرسول سعى قبل أن يطوف، بل كان يتعدى المسعى ويذهب إلى المطاف ويطوف طيلة حياته صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء أن رجلا سأله في يوم النحر فقال: يا رسول الله لم أشعر، سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. خاص بهذه القضية فقط، مورد الحديث. نعم. يقول هذا السائل: أبو علي، عندي حفيز للبضائع، أبيع وأشتري، وفي السنة في الدكان، كيف أقيم هذه للزكاة؟ تزكيها بتسعيرها إذا تم الحول على قيمتها، إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها فإنك تثمنها بما تساوي وتخرج ربع العشر. نعم. يسأل عن الهدية وضابط قبول الهدية يا شيخ. الهدية هي التبرع بمال المهدى إليه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على تهادي، قال: تهادوا تحابوا، هي سبب للمحبة. كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، فالهدية باب عظيم من أبواب الصلة وتواصل بين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، ما حكم تحديد المساجد لأجل الصلاة على الجنائز دون غيرها من المساجد؟ الناس عسروا على أنفسهم وصاروا يجمعون الجنائز في مسجد واحد، ويحصل زحام ويحصل خطر من الانتشار من النشل، والدين يسر ولله الحمد، وكل المساجد تصلح. بل ما هم لازم الصلاة على الجنازة أن تكون في مسجد، صلي عليها في صحراء أو في مصلى خاص خارج المسجد، الأمر واسع في هذا. أما هذا الذي يحصل الآن، تخصيص مساجد للجنائز، يتزاحمون ويحصل ما يحصل ويأتون إليه من بعيد، هذا تكلف لا داعي له. نعم. يقول السائل: شيخ، كان لي قريب ركب البحر في السفينة لسفر فمات، لم نعلم بوفاته إلا بعد شهور، ولم نجد الجثمان نهائيا، هل يجوز لنا نحن أولاده الصلاة عليه في البيت؟ فاتت الصلاة عليه، ما دام مضى وقت طويل فاتت الصلاة عليه، لكن تدعون له، تكثرون من الدعاء له وتتصدقون عنه، هذا هو الذي ينفعه ويصل إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو عبادة: هل التوسل بدعاء الصالحين جائز؟ ولماذا نهي عن التوسل مأجورين؟ لم ينهى عن التوسل مطلقا، وإنما التوسل بمعنى أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك، هذا شيء طيب. وقد طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمسلمين بالسقيا والغيث، فطلب الدعاء من المسلم لا سيما إذا كان صالحا، هذا أمر مشروع. وإنما التوسل الممنوع أن يتوسل بذات الشخص أو بجاهه، يتوسل بذات الشخص أو بجاهه، هذا هو المبتدع والممنوع. نعم. يسأل عن التكبيرات في صلاة الجنازة وماذا يقرأ في التكبيرات؟ تكبيرات أربع: تكبيرة الإحرام وهي الأولى، يقرأ بعدها الفاتحة،
التكبيرة الثانية يقرأ بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعو للميت، التكبيرة الرابعة يسلم بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت من السائل أبو عبد الله عن موانع قبول الدعاء، وإذا لم يستجب الذي طلب كثيرا وألح في الدعاء، هل عنده خلل في عقيدته؟ أما أسباب قبول الدعاء، الله جل وعلا قال ربكم ادعوني أستجب لكم، الله أمر بدعائه ووعد أن يستجيب، وهو لا يخلف وعده، ولا يمنع قبول الدعاء إلا إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم أو كان يأكل الحرام ويتغذى به، كالرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، يعني لا يستجاب له إذا كان يأكل الحرام. قد قال سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، فقال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. نعم. يقول ما المراد بالآية ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ فاتحة، المراد بالسبع المثاني هي الفاتحة، سورة الفاتحة لأنها سبع آيات. نعم. يقول قول صدق الله العظيم بعد نهاية التلاوة، هذا بدعة، التزام هذا بدعة لا دليل عليه. نعم. يقول بأنه يصلي في بيته وخصوصا في المغرب والعشاء ويضع الراد يقتدي بالحرم. لا يجوز هذا، لأنه بين الحرم مسافات، وأيضا ما يجوز له يقتدي بإمام بعيد عنه، وربما تكون الاتجاه إلى القبلة مختلفا، فلا يجوز هذا، صلي لنفسه ولا يقتدي بإمام الحرم، وصلاته غير صحيحة بهذه الطريقة. نعم. يقول لي أخ فضيلة الشيخ في 15 من عمره وهو عنده ألم في ظهره فينام على بطنه. لا بأس بذلك، يجوز النوم على البطن عند الحاجة، ينام على الجنب الذي أو على البطن أو على الظهر الذي يريحه، الحمد لله. نعم. الزوجة هل تقوم بتغسيل زوجها المتوفى؟ نعم، يجوز لكل من الزوجين أن يغسل صاحبه، الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، قد غسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. بالنسبة للأرض التي أتتني منحها فضيلة الشيخ ومضى عليها 5 سنوات، هل أزكيها؟ إذا كنت تنويها للبيع، تنويها للبيع، فإنك تزكيها كل سنة، زمنها عند تمام الحول بما تساوي، فإذا بلغت قيمتها النصاب إنك تزكيها بإخراج ربع العشر، أما إن كنت تنويها للسكنة أو للقنية فلا زكاة فيها. نعم. يقول السائل محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم كيف تكون في قلوبنا وما شروط ذلك؟ هذا اتبع الإيمان به صلى الله عليه وسلم، اتبع الإيمان، قوة الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الإمارات لي أخ دائما عنده ولد فقط منذ سنوات، ويضع المصحف حول الطفل لحمايته من العين لأنه يتمتع بالجمال والذكاء وهو وحيده. لا يجوز هذا، لا يجوز اتخاذ المصحف للحرز، لا يجوز اتخاذ المصحف للحرز والمنع من العين. نعم. يقول حكم تقبيل المصحف عند وضعه على الرف أو في مكانه في المسجد؟ الأمر واسع في هذا، لا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردت البرنامج، يقول السائل رأيت بعض الناس معه نساء عند الطواف ويقوم بدفع بعض النساء وبنات لتقبيل الحجر لمحبة هذا الحجر، فأيهما أفضل، تقبيل الحجر أو البعد عن المزاحمة؟ البعد عن المزاحمة أفضل، وتكفي الإشارة إليه من بعيد عندما يحالي يشير إليه ولا يزاحم أحدا، لا سيما المرأة، إن في مزاحمتها للرجال فتنة وأيضا خطر عليها لأنها ضعيفة، إن يسر
تيسر ولله الحمد. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ بالنسبة للسنن الرواتب يقول ما حكم تركها وخصوصا قيام الليل والاكتفاء بالفروض فقط؟ هذا حرمان. السنن الرواتب مع الفرائض والوتر هذا مؤكد، سنن مؤكدة فلا يتركها لأن هذا تفريط. وأيضا السنن الرواتب تجبر منها الفرائض يوم القيامة إذا كان فيها نقص، وهل الإنسان يخلو من النقص؟ هل أدى الفريضة على الوجه المطلوب؟ لا يضمن لنفسه ذلك. فإذا كان له نوافل فإن الفرض يكمل منها، هذا رصيد له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول أنا مدرس قرآن في إحدى حلقات المساجد وأنا متردد في أخذ الأجرة على تعليمي للقرآن لأنني محتسب ولي ولله الحمد راتب من المدرسة في الصباح، أخذ هذا الراتب في العصر فضيلة الشيخ؟ هل تعففت عن ذلك واحتسبت الأجر من الله؟ هذا أفضل، وإن أخذته فلا بأس، يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. نعم. يقول المرأة لها أن تزوج نفسها عند القاضي إذا كان الكف يرد الخطاب، وهي امرأة محافظة تريد أن تعف نفسها وتحافظ على دينها وصلاتها. القاضي هو الذي يزوجها، ما هي بتزوج نفسها، القاضي هو اللي يتولى العقد عنها نيابة عن وليها الممتنع من تزويجها إزالة للضرر عنها. نعم. عند الدعاء فضيلة الشيخ في رمضان اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، القول في مقامنا الواردة؟ لا أعلم ما يمنع من ذلك، الحمد لله. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على تواصلكم معنا في رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب، وشكرا لزميلي عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء بمكتبة الشيخ بالرياض في برنامج نور على الدرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.